داعش وحزب الله والنظام ثلاث وجوه لعملة واحدة. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون المستقبل، وفيها شاهد أمام المحكمة الدولية: تلقينا أوامر بالإسراع في سحب السيارات من موقع التفجير بعد ساعات على الجريمة. تناقض واضح بين وثيقة بكركي وورقة التفاهم بين حزب الله والتيار، وعون يوافق على الأولى من دون تراجع عن الثانية. جولة الثانية سنناقش العملية الانتقالية. محادثات جنيف 2 مكانك روح، والنظام يواصل دك المدن السورية بالبرامج. صباح الخير. تعقد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلسة لها اليوم للبت باحتمال ضم قضية حسن حبيب مرعي إلى إجراءات قضية عياش وآخرين. إلى ذلك، عرضت المحكمة أمس ولأول مرة صور فيديو تظهر كيف تم نقل موكب سيارات الرئيس الشهيد رفيق الحريري ليلة ارتكاب الجريمة، وسط أسئلة عمن أخذ القرار وما هي أهدافه، بعدما كشف شاهد رئيسي أنه تلقى أوامر من ضابط برتبة عميد بالإسراع في سحب سيارات الموكب. في إفادته أمام المحكمة الدولية، تحدث الشاهد خليل العرب صهر الشهيد يحيى العرب عن واقعتين أساسيتين: الأولى عندما كشف عن إعادة نبش ضريح الشهيد العرب في كانون الثاني من العام 2006 للتأكد من أشلاء، وهي واقعة لم تكن عائلة العرب تعرف بها. نحن عنا يعني إكرام الميت دفنه لو أشلاء، ف هذا الموضوع ما يعني ما أعلنه كمان للعائلة إنه هي أشلاء، حفاظا على مشاعرهم شوي، لأنه برأيي بهذا الموضوع لو حكينا فيه بالماضي يمكن كنا خسرنا حدا إضافي بالعائلة نتيجة الصدمة. بوقت كانوا عم بيقولوا إنه بده يتأكدوا من بعض الأشلاء الموجودة بالضريح اللي هي جزء منها يمكن يكون عائد لأبو طارق وجزء منها لحدا تاني، وشالوهن لحتى يرجع يعملوا وياخدوا فحص دي ان اي كرمانه. اخبرت طارق ابنه الكبير لشهيد ابو طارق الله يرحمه، خبرته وكملنا المعامله بالبروسيدير بعدين باجراء فحوصات الدي ان اي عن طريقه. المعطى الثاني الذي أشار إليه الشهيد العرب هو القلق الذي كان يعبر عنه الشهيد يحيى العرب نتيجة ما أحاط بالرئيس الشهيد رفيق الحريري من ظروف عشية اغتياله. كان يشعر دائما بالقلق ويقلنا أنه وضعنا الوضع صعب كرماله عم بيزداد سوء، بس تفاصيل كرجل أمني هو كان يحتفظ بهالأمور يمكن أنه لنفسه أو بينه وبين الفريق العامل معه. الشاهد الثاني الذي استمعت إليه المحكمة كان طانيوس الجميل المعاون أول في مكتب الحوادث المركزي في الشرطة القضائية، الذي تم استجوابه حول مشاركته في التحقيقات كعنصر حوادث. وقد كشف الجميل أن مهمته كانت تصوير عملية رفع 6 سيارات متضررة من ساحة الجريمة إلى ثكنة الحلو، وأخذ عينات من أشلاء بشرية وجدت في المكان ومن والدي أحمد أبو عدس. والبارز في هذه الإفادة عرض أشرطة فيديو صورها الشاهد حينها لعملية نقل السيارات المتضررة، وهي مسألة تمت بعد ساعات قليلة على وقوع الجريمة وبناء لأوامر ضابط رفيع المستوى. هل أخبرك أحد عن سبب الاستعجال في إزالة سيارات موكب السيد الحريري بعد أقل من 12 ساعة من وقوع الانفجار وخلال الليل؟ سيدي، بعد ورود التكليف انتقلت على الفور إلى مكان الحادث، وقد اتصل بي العميد وكان مصرا أن أسرع ولا أدري ما هو السبب.
لكنني انطلقت وباشرت بتنفيذ المهمة المكلفة إلي، وذلك بناء لأمر رئيسي، ولا أدري ما هو السبب الذي كان يؤدي إلى تسريع هذه المهمة. سيد جميل، من الواضح، هل ساعدك هذا الشريك عندما شاهدت، هل نحن نشاهد هنا عملية جر السيارة رقم 6 من قبل بواسطة الجرافة؟ نعم. المحكمة الدولية تعود للانعقاد الثلاثاء في جلسة مشتركة خاصة للبحث في إمكانية ضم قضية مرعي إلى قضية عياش وآخرين. الخبير القانوني الدكتور أنطوان سعد كشف عبر قناة المستقبل اسم العميد الذي أمر بسحب السيارات من مسرح الجريمة بسرعة بعدما كان تلقى أمرا بذلك من اللواء علي الحاج. أنا زيك قيل أنه كان في عميد يوسف خير الدين آنذاك، إنما هالعميد المعني هو أيضا بيكون تلقى أمر إما من سلطة قضائية وإما من سلطة الإدارية. يعني عنصر بقوى الأمن بهيدي الرتبة ما بعتقد عنده حتى صلاحية يناقش عميده، يعني شو عم بيقول له، شو ليه مستعجل هالقد. ولكن حتى ربما العميد آنذاك بيكون تلقى أمر من جهة معينة، إما من إدارته في قوى الأمن وإما من جهة قضائية أو أمنية أخرى، لأنه بتعرف كانوا الكل بدهم رضا النظام السوري آنذاك وخايفين منه. بدك تشوف ممن تلقى، مما يستدعي القول أنه هناك للبحث صلة حول الجهة التي أصدرت هذا القرار وبلغته إلى العميد، والعميد بلغ الأشخاص المعنيين منهم الشاهد جميل اللي قال له فورا تنتقل لساحة الجريمة. كشفت مجلة لو فيغارو الفرنسية في مقالة للصحفي جورج مالبرونو تحت عنوان جاسوس لبناني يحرج اليونسكو عن محاولة اللواء جميل السيد تمثيل جزر المارشال في اليونسكو للهروب من ملاحقات محتملة من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فيما رفضت المؤسسة الدولية الرد على أي أسئلة بهذا الشأن. يشير مالبرونو إلى أن الحرج واضح في الخارجية الفرنسية التي لا يمكنها مثل وكالة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة معارضة وصول هذه الشخصية المزعجة إلى باريس. في صيدا أقدم مجهولون على تمزيق وتشطيب معظم اللافتات التي كان رفعها تيار المستقبل في المدينة لمناسبة الذكرى 9 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري. شهدت مدينة صيدا الليلة الماضية تجاوزات عملت على توتير الوضع في المدينة، حيث أقدم مجهولون على تمزيق وتشطيب معظم اللافتات التي كان رفعها تيار المستقبل لمناسبة الذكرى 9 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، وذلك عند مستديرة مرجان وتقاطع إيليا وسط المدينة. منسق عام تيار المستقبل في الجنوب ناصر حمود أعلن أنه تم التقدم بدعوى ضد مجهول، مؤكدا أن ما حصل هي رسالة بهدف توتير الوضع في المدينة. نحن ما بسكتنا حدا. اليافطات خلال ساعتين كانوا رجعنا عملنا يافطات جديدة وحطيناهم طبعا بمعرفة البلدية. اثنين عملنا دعوة على مجهول، وثلاثة عنا خيوط من الكاميرات المتواجدة بالمناطق اللي صار فيها العمل الشاذ هيدا، عم نتابعها مع القوى الأمنية. وطبعا نحن برجع نقول كتيار مستقبل نحن تحت الدولة وتحت سقف الدولة، ونحن بنؤمن بكل بالقوى الأمنية وبكل ما يتفرع عنها انقضاء وما إليه. فنحن بانتظار التحقيق الشامل وانتظار معرفة خفافيش الليل اللي قاموا بهالعمل الشاذ. بدوره استنكر رئيس بلدية صيدا محمد السعودي أعمال تمزيق اللافتات، مؤكدا أن فعاليات المدينة وكافة قواها تمتلك الحكمة والوعي وهي تقف صفا واحدا ضد الفتنة. وفي الذكرى 9 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري قام وفد من مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري بزيارة للنائب بهية الحريري في مجد اليون وسلمها نسخة عن الملصق الذي أعدته المدرسة بالمناسبة، كما أطلعها على برنامج إحياء الذكرى الذي يتضمن أنشطة تربوية وثقافية وفنية. الحريري أكدت أمام الوفد أن ذكرى الرئيس الشهيد ستبقى ماثلة في أعماله وفي محبته لهذا الوطن
التي انتقلت منه إلى كل المؤمنين بمسيرته، ولا سيما الأجيال الجديدة التي اعتبرها الرئيس الشهيد أفضل استثمار للبنان. تتابعونا بعد هذا الفاصل. رحيل جوزيف حرب تاركا إرثا أدبيا وفنيا كبيرا. في الشأن الحكومي، كرر رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمام زواره أنه لا يزال عند مواقفه على قاعدة أنه قدم مخارج للتأليف وقام بواجباته، مشيرا إلى أنه في مرحلة انتظار مترقبا ما يمكن أن يقوم به الآخرون. وعلم أن رئيس المجلس طلب من معاونه الوزير علي حسن خليل عدم التدخل في الاتصالات. أما رئيس حزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط فقد استنكر لصحيفة السفير ما قيل عن دور له في بعض الأسماء التي طرحت لتولي وزارة الداخلية، وقال: لا دور لنا في ذلك، ولكن أقول أن تيار المستقبل طرح اسمين ونحن نرحب بهما، وهما في رأيي يسهلان التشكيل إذا كانت المشكلة التي تعطل تأليف الحكومة محض محلية. كشف عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت عن تقديم تيار المستقبل أسماء مرشحيه للحقائب الوزارية، مؤكدا أن حزب الله لا يريد حكومة. ولفت فتفت لصحيفة المستقبل إلى أن العرقلة بالنسبة إلى وزارة الداخلية تأتي في إطار العرقلة في الوزارات الأمنية لكي لا تكون في يد فريق 14 من آذار، لكن الرئيس سليمان مقتنع بأن حقيبة الداخلية يجب أن تكون من حصة تيار المستقبل. دعا اللواء أشرف ريفي إلى الكف عن التقاتل على مراكز السلطة، مؤكدا أنه ليس مستوزرا وهدفه هو خدمة الوطن أولا. أكد اللواء أشرف ريفي أنه لا يسعى إلى تولي أي منصب في الحكومة، وخلال زيارته على رأس وفد من دار الفتوى راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران جورج بوجاودي لتهنئته بعيد مرمارون، دعا ريفي كي تكون الوثيقة التاريخية التي صدرت عن بكركي خريطة طريق لكل اللبنانيين. إذا فقدنا وطننا شو بيبقى لنا لحتى نعيش سوا أو لنحكم؟ يكفي تقاتل على الجبن، يكفي تقاتل على مراكز السلطة، يجب أن نحافظ على الوطن أولا ثم نتقاسم المصالح والنفوذ. فضل أني ما أحكي على الحكومة، أنا لست مصوزرا ولا ساعا لأي مركز، هدفي أني أخدم وطني وين ما كنت، سواء كنت بالوزارة أو كنت خارج الوزارة. من جهتي تمنى المطران بوجاودي أن يسعى الجميع إلى تطبيق وثيقة بكركي في الحياة الوطنية في لبنان. سنسعى جميعا مع سماحة المفتي الذي أوفد حضرة المشايخ في تقديم التهاني، سوف نسعى قدر المستطاع لأن نعيد إلى طرابلس وجهها الأصيل الذي تميزت به منذ القدم، ولسوء الحظ يتشوه مرات كثيرة بفعل أشخاص لا ينتمون، اسمحوا لي بالقول، للإسلام بشيء إلا بالكلمات التي يستعملونها والتي هي غريبة كليا عن مفهوم الإسلام. كما كانت كلمة للشيخ أحمد البستاني شدد فيها على العيش المشترك وعلى الطلاق والتعاون حفاظا على الوطن. احتجاجا على التعرض للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلال اعتصام آل مشيك، قطع عدد من المواطنين في طرابلس طرقا عدة بالإطارات المشتعلة والعوائق، وقد طلب المواطنون بمحاكمة كل من يتعرض للمقامات الدينية مهما على شأنه. وعلى الأثر تدخل عناصر من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وأعادوا فتح الطرق التي جرى قطعها. على الرغم من التناقض بين وثيقة بكركي وورقة التفاهم بين حزب الله والتيار العوني، إلا أن الجنرال ميشيل عون قد وافق على الوثيقة من دون أن يتراجع عن الورقة. تقرير ربيع شنطف. المذكرة يلي صدرت عن بكركي واللي من أيدها 100%. صمت النائب ميشيل عون طويلا قبل أن يعلن موافقته على وثيقة بكركي. الرئيس سعد الحريري بعد ساعة أو بعد كان أول من بادر إلى يعني مباركة هذه الوثيقة، رئيس الجمهورية شرحه، كل القوى السياسية، رئيس حكومة المكلف تمام إسلام، معظم القوى السياسية. ميشيل عون تأخر، العماد عون تأخر 3-4 أيام وصار في انتقاد لتأخره. موافقة عون اللفظية على وثيقة بكركي وحدها لا تكفي،
إلا إذا كان عون سيتبع ذلك بإجراءات عملية، من بينها التراجع عن ورقة التفاهم التي وقعها مع حزب الله والتي تتناقض ببعض بنودها مع مذكرة بكركي. فورقة التفاهم تبرر استمرار وجود سلاح حزب الله كمنافس لسلاح الشرعية، في حين تنص مذكرة بكركي على إعلان بعبدة وتقول صراحة بضرورة حصرية القوى العسكرية في يد الشرعية. هذه الوثيقة هي تقريبا يعني بتعكس بشكل إلى حد ما 100% إعلان بعبدة اللي وافق عليه عون، وافق عليه حزب الله، وافق عليه كل اللبنانيين، والحمد لله كله يعني بعضهم رجعوا وتراجعوا عنه وتنكروا له. تصريحه وقبوله بوثيقة بكركي ما راح يملي عليه أنه يعني يسحب هذا الموقف السياسي على تحالفه مع حزب الله وعلى وثيقة التفاهم اللي حاصل بينه وبين حزب الله، لأنه هذا موضوع سياسي. يعني هناك مصلحة سياسية عند ميشيل عون بالتحالف مع حزب الله، وفي المقابل هناك مصلحة سياسية لحزب الله باستمرار التعاون مع ميشيل عون. الوثيقة شيء، وسياسة حزب الله اللي هي تتناقض كليا مع إعلان بعبدة ومع وثيقة بكركي، واللي عم يضطر ميشيل عون يلتزم فيها مع حوز الألقاب شيء آخر. في الخلاصة فإنه لا يمكن الجمع بين نقيضين، وهنا يرى كثيرون أن عون أحرج أمام جمهوره فأخرج كلاما ربما يتراجع عنه مع الوقت. غيب الموت الشاعر اللبناني جوزيف حرب الذي يرحل تاركا وراءه إرثا أدبيا كبيرا إلى جانب عدد من الدواوين والأغاني. مقتطفات من حياة الراحل الكبير في تقرير لشرب العبود. والله ما لبنان إلا قامتي، لو حز سيف عدوكم عنقي لما رسمت دمائي في التراب سوى خريطة عالم يمتد من بحر الخليج إلى المحيط الأطلسي. أجمل ما في الأرض أن أبقى عليها، عنوان لواحد من دواوينه التي ستبقيه على الأرض رغم مماته. هو جوزيف حرب الشاعر الذي حملت السيدة فيروز كلماته إلى العالم، فغنت من مؤلفاته كما غنى أشعاره الفنان مارسيل خليفة ولحن له رياض الصنباطي. لبيروت التي أحب كتب فغنت فيروز. هي إذن واحدة من أغاني كثيرة كتبها وغنتها السيدة فيروز، منها حبيتك تنسيت النوم، لما على الباب، ورق الأصفر، السمينة، زعلي طول. وإلى جانب كلمات الأغاني مارس حرب التعليم وعمل في الإذاعة اللبنانية، كما كتب للتلفزيون العديد من البرامج الدرامية، منها قالت العرب، قريش، أوراق الزمن المر، رماد ملح. على صفحته الخاصة على موقع الفيسبوك نشر جوزيف حرب في السادس من الشهر الحالي آخر كلماته شعر بعنوان الباب. أشعاره الكثيرة نشرها في دواوين بالعربية وباللغة المحكية. أغمض جوزيف حرب عينيه وفل. هو من كتب قبل 7 سنوات، عشت وعرفت، حزنت وفرحت وكبرت، وهلأ يا هالدفن غمس بموج الليل بكفي، زهقت من هالكون، زهقت من الكل، وطالع عبالي فل. تتابعونا بعد هذا الفاصل. اليمن دولة اتحادية من 6 أقاليم. أهلا بكم من جديد. نقلت صحيفة المستقبل عن مصدر فرنسي أن الشأن اللبناني سيكون حاضرا في القمة الفرنسية الأمريكية التي ستعقد اليوم، وأن البحث سيدور حول إمكان إسهام إيران في فصل لبنان عن الأزمة السورية، وأن فرنسا ترى أنه كلما شكلت الحكومة اللبنانية في وقت قريب كان هذا أفضل. بدأت أمس الجولة الثانية من المفاوضات بين ممثلي النظام السوري والمعارضة في جنيف بتقديم وفد المعارضة تقريرا يوثق انتهاكات النظام، وأعاد الوفد التأكيد على أن الخطوة الأولى لوقف العنف هي تشكيل هيئة الحكم الانتقالي. بعد
بعد استراحة استمرت أسبوعا استأنف وفدان النظام السوري والمعارضة محادثاتهما غير المباشرة في إطار الجولة الثانية من مفاوضات مؤتمر جنيف 2. وقد بدأ المبعوث العربي والدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي اجتماعاته مع كل وفد على حدة بغية التقريب بين وجهات النظر وإقناع الطرفين بأن يجلسا إلى طاولة واحدة الثلاثاء. الإبراهيمي استهل مهمته بمطالبة الوفدين المتخاصمين الإعلان عن إرادتهما لإيجاد حل لخلافاتهما عبر الحوار وبالتفاوض لمدة 3 أيام. المتحدث باسم المعارضة لؤي صافي أكد من جانبه أن المحادثات ستبحث وقف العنف وتشكيل هيئة انتقالية بشكل متزامن. نحن في هالأسبوع هذا في الجولة الثانية سنناقش العملية الانتقالية، كما قلت هذا هو جوهر قرار يعني بيان جنيف وقرار 2118، لكن وقف العنف يجب أن يقف، نحن سنتطرق له كجزء من نقاش العملية الانتقالية. الأزمة السورية وكيفية التعامل مع التوتر المتصاعد في المنطقة ملفان من المنتظر أن يتغيا كذلك على المحادثات التي سيجريها الرئيس الفرنسي فرانسوا أولان مع نظيره الأمريكي باراك أوباما خلال زيارته لواشنطن. يأتي ذلك في ظل إعلان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن باريس ودولا أخرى ستتقدم بمشروع قرار إلى الأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني في سوريا. أما البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة فتطالب بعقد جلسة طارئة في الجمعية العامة تحت المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بمنع النزاعات المسلحة لمناقشة ملف الأزمة السورية، لافتة إلى أن الوقت ضروري جدا لعقد مثل هذه الجلسة والاستماع إلى تقارير مسؤولي الإغاثة واللاجئين والصحة المعنيين بالأزمة السورية. ميدانيا، سيطرت قوات المعارضة على قرية معان إحدى أكبر المعاقل الحكومية في ريف حماه، ويأتي هذا التطور في وقت استمر الطيران الحربي بإلقاء البراميل المتفجرة على مناطق مختلفة من سوريا. في إنجاز استراتيجي بارز سيطر الثوار السوريون على قرية معان بريف حماه، إحدى أكبر المعاقل التابعة لنظام بشار الأسد، مكبدة قواته خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. كما تمكن الثوار من تحرير كتيبة الدبابات وحاجز المداجن شمال مدينة مورك بريف حما الشمالي، واغتنام عدد من الدبابات والعربات العسكرية وتدمير أخرى، في حين سقط قتلى وجرحى بالبراميل المتفجرة على مدينة كفر زيتا في ريف حما. الله أكبر. يأتي هذا التطور في وقت تواصل الطائرات الأسدية قصف أحياء حلب بالبراميل المتفجرة، لا سيما حي الصخور ومساكن هنانو، مما دفع بالآلاف من السكان إلى النزوح باتجاه الأحياء الغربية الخاضعة للنظام، في حين توجه آلاف آخرون إلى الحدود التركية. يأتي ذلك في حين تستمر الاشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام في سجن حلب المركزي قرب بلدة المسلمية وسط قصف عنيف يستهدف المنطقة ومحيط السجن. كذلك تواصل القصف ببراميل الموت الأسدية على مدينتي داريا والزبداني في ريف دمشق، حيث سقط العشرات بين قتيل وجريح. وفي تطور آخر، أكد ناشطون أن الجيش الحر تمكن من تحرير السرية الثالثة التابعة للكتيبة 320 مشاة والقريبة من بلدة سويسة بريف القنيطرة الجنوبي، في حين انسحب تنظيم داعش من كامل محافظة دير الزور بعد 3 أيام من القتال مع جبهة النصرة. أعلن الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي اليمن دولة اتحادية مكونة من 6 أقاليم، 4 في الشمال و2 في الجنوب. وأكدت مصادر اللجنة التي أعدت المشروع أن تحديد عدد الأقاليم ومكوناتها تم بناء على اعتبارات جغرافية وسياسية وبهدف تحقيق العدالة في توزيع الثروة والسلطة بين اليمن. والآن تذكير بالعناوين. شاهد أمام المحكمة الدولية، تلقينا أوامر بالإسراع في سحب السيارات من موقع التفجير بعد ساعات على الجريمة. تناقض واضح بين وثيقة كركي وورقة التفاهم بين حزب الله والتيار، وعون يوافق على الأولى من دون تراجع عن الثانية. جولة الثانية سنناقش العملية الانتقالية. محادثات جنيف 2 مكانك راوح، والنظام يواصل دك المدن السورية بالبراميل. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
وحزب الله وانتظار ثلاث وجوه لعملة.